اهلا بيكم. التهويل والتهوين نوع جديد من انواع الخداع ودرجة من درجات الكذب اللي للأسف بقت مشروعة في كتير من وسائل الإعلام العميلة. التهويل في طرح السلبيات لدرجة التعظيم منها. بلد كبيرة زي مصر أكيد فيها سلبيات وأكيد فيها إيجابيات زي أي بلد في العالم، وطبيعي إن الإعلام يتناول القضايا الإيجابية ويحاول كمان يسلط الضوء على أي قضية سلبية تظهر في الشارع المصري، لكن بشكل موضوعي وواقعي عشان يقدر يوصل صوت ورأي المواطن بمنتهى الأمانة والدقة بدون أي مبالغة أو كذب أو تهويل أو تهوين. بالك بقى هنتكلم بقى بالعمارات والارتفاعات المخالفة اللي على الكورنيش والعمارات اللي واكلاها الرطوبة، يعني حاجات كتير قوي. هل ده يبقى من ضمن الموضوعات اللي يناقشها رئيس الوزراء صباح الغد مع محافظ الإسكندرية؟ أتمنى ده. حتى لو الإعلام قرر يناقش قضية منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لازم الأول يتحقق منها كويس قبل ما يناقشها. لكن من الغريب إنك تلاقي خبر غير منطقي تماما ورغم كده منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الناس مصدقاه وكمان متفاعلة معاه. قررت الحكومة غلق كورنيش الإسكندرية بسور خرساني يحجب رؤية البحر عن أهالي الإسكندرية، ومش بس منتشر على الفيسبوك، ده كمان كل منابر إعلام الشر كانت مجهزة نفسها اليوم ده عشان تشتغل عليه وبكل طرق ووسائل الكذب والخداع والاحتيال على أمل في تحريك الشارع. عاوزكم تلاحظوا درجة نشاطهم وحماسهم وهم بينشروا لكم الأخبار السلبية. قررت الحكومة غلق كورنيش الإسكندرية بسور خرساني يحجب رؤية البحر عن أهالي الإسكندرية. فكرة السور والحبس مسيطرة على الفكر العسكري. عملية اعتقال، عملية حبس. ده بقى نفس منظر البحر مش من حقك تشوفه. بيسجنوا البحر. جبار عازف بيبني سور خرساني طوله أمطار يا جماعة على كورنيش اسكندرية. سور عشان يمنع الأوباش المدنيين من أهل اسكندرية إنهم يبصوا على أسيادهم. من واشنطن ينضم إلينا الأستاذ أحمد ناجي الصحفي، هل هناك أي إجراءات يمكن اتخاذها لوقف امتداد هذه الوحوش الخرسانية على طول الساحل؟ احنا ناس ضعيفة ولا عارفين ناخد حقنا بالقانون ولا عارفين ناخد حقنا بالنت ولا عارفين نشوف الشر. أرملة البحر. يعني إيه دولة بتحجم البحر؟ في نفس الوقت اللي الدولة بتحبس البحر عن الناس مش قادرة تحمي مين؟ وطبعاً الإمارات موجودة في اللعبة. ليلة حبس اسكندرية، الجيش سجن البحر، العسكر اعتقلوا اسكندرية. مش دولة العسكر. العسكر الجيش البيادة. العسكر اللواء القوات المسلحة. العسكري ده قوات مسلحة. ده العسكر. ده العسكر القوات المسلحة. الجيش العسكر الجيش. متهيألي كده فهمت ايه الهدف من ورا الخبر ده وليه منتشر في كل صفحاتهم وقنواتهم وايه هي الرسالة اللي عاوزين يوصلوها لك. هما بيشتغلوا على جزء من الواقع لكن بيحطهولك في قالب اسطوري خرافي كاذب ومش حقيقي عشان تتأثر بيه وتصدقه. بس لو فكرت شوية صغيرين عمرك ما هتصدقه. لا سور خرساني ايه بس، ما ينفعش طبعا. ازاي يعني؟ ده ما فيش الكلام ده، كلها برضو اخبار يعني كده، يعني بتلم كومنتات على الفيس وكده يعني. بيستخدموا كل ادوات النصب والاحتيال، صور خداعة ومكتزقة وزوايا تصوير ضيقة عشان تخفي عنك الحقيقة، مع شوية جمل حماسية ثورية على كام افيش ومنشدة رنان تبقى كده اكتملت عملية النصب والاحتيال على السادة المشاهدين. وقدر إعلام الشر إنه يعيشك كمشاهد في حالة من حالات الحزن واليأس والإحباط عشان ببساطة يسود حياته أو حتى يقضي عليها، ما تفرقش معاه. رغم إن في تعديات في اسكندرية، في أبراج مخالفة وفي عشوائيات وفي مصر كلها مش في اسكندرية بس، لكن الدولة بتتصدى لأي مخالف. في اسكندرية بالتحديد اتسجن فيها أكبر مسؤول حكومي في المحافظة وجاري البدء في خطة تطوير الكورنيش وتجميله على أعلى مستوى. لكن إعلام الشر عمره ما هيخليك تشوف أي إصلاح أو أي تقدم أو أي تطوير، ولازم هيحولهولك لشر. رغم المحاولات اللي بتحاول تقلل من مصر ومكانة مصر
وامن مصر، بس اللي عاوز يشوف يجي ارض الواقع. بس انت ليك مطلق الحريه في الاختيار، حابب تعيش معاهم في الكذب والسواد ولا عاوز تعرف الحقيقه بجد؟ استمراراً لمسلسل الخدع والشائعات واستكمالاً لمخطط قتل الأمل في نفوس المصريين، تطل علينا من جديد عناوين لأخبار صادمة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، لتعبث مجدداً في نفوس المصريين بجرعات جديدة من اليأس والإحباط. قررت الحكومة غلق كورنيش الإسكندرية بسور خرساني يحجب رؤية البحر عن أهالي الإسكندرية. الناس قالت إيه؟ إن كورنيش الإسكندرية كله هتقفل بسور، مش منطق. يعني حتى لو هم ناويين يعملوا كده هيسيبوا لنا حتة ما تلاقوش يعني. حد اجتزأ السورة اللي عند نص الكوبري بالظبط العلوي ونص الطريق العلوي بتاع سيدي جابر اللي عملاه القوات المسلحة، وخد حتة المبنى اللي بيتعمل قدامه عند الشاطئ، وخد دي وقال دي بداية سوق. متصورة من تحت كوبري مصطفى كامل اللي هو من عند نادي الضباط. التلات أندية اوريدي موجودة بقالها حوالي من 50 سنة يعني، أو يمكن أكتر. المنطقة دي ما كنتش أقدر أقعد يعني، ما يعني حتى وأنا قاعد عليها زي ما احنا قاعدين كده ما بنشوفش البحر. الجديد بالنسبة لي إن لما اتعمل الكوبري، لا ده أنا ممكن أقعد وشايف البحر قدامي. عيني بالكورنيش فخلاني أنا أقعد على الكرسي أبص ألاقي البحر قدامي، أقعد في مكان فيه جنينة فيه ممشى دراجات هشوف البحر. بزاوية جديدة من كاميرا تعكس فكر مريض، وبعدسة ضيقة لا ترى إلا الكذب والشائعات، تستمر الحرب الذكية في استهداف المواطن المصري لتضعف إرادته وتهدم عزيمته وتقتل بداخله الأمل. أنا أنقد، مفيش أدنى مشكلة إن أنا أنقد، بس أنقد بواقعية، إنما عشان أختلق كذبة ليه؟ كل يوم بتصحى من النوم تلاقي جريمة قتل معرفش فين. مش طب ليه يا جماعة؟ طب إحنا هنعيش إزاي يعني؟ يعني هيبقى منطقي يعني إن أنت تعيش؟ ما أنت طول عمرك عايش في مصر على فكرة، وطول عمرها هي دي البلد يعني. فاللي بيحصل في الكام سنة الأخرانيين دول أكيد ليه هدف يعني. إزاي يوقع بلد يعني؟ إزاي كمية إشاعات أو كل شوية إشاعة معينة، الكلام ده كله إزاي تهدم بلد؟ أو على الأقل مش ممكن ما تهدمش بلد، على الأقل تهدم حياة مواطن. متهيألي دلوقتي شفت الصورة أحسن، وهتقدر تفرق بين الكلام الحقيقي المنطقي اللي يخش العقل وبين الكذب والتضليل والتهويل اللي بنشره إعلام الشر واللي صعب حد يصدقه. يا ابني ايه ده؟ ايه يا جدعان؟ ايه يا عم ده؟ كان هتصور بصور يا ابني صور. ايه العيال دي؟ هو النيل قال للدرجه دي؟ العيال واقفين في وسط النيل على رجلهم؟ وزي ما بتشوف الفرحه والحماس في عيون إعلام الشر وهما بينشروا ويهولوا في السلبيات، هتلاقي النقيض تماما وهو بيتكلم عن اي تقدم او انجاز، وهتلاقيه بيحقر منه بيهون من جدوله عشان ما تحسش بيه، وتفضل دايما عايش في حاله من الدونيه والضعف والظلم والاضطهاد، وما تقدرش تتحرك خطوه واحده لقدام. ليه انت مستعجل على انفاق؟ ليه بتعمل نفق؟ ايه بقى سبب الكبر المعلق؟ إنما إنك تعمل أنفاق هناك الناحية تودي الناحية التانية أربعة في سنتين، كان المفروض يتعمل في 12 سنة، وليه ما استنيتش؟ الكوبري ده أصلاً كان يعمله مبارك قبل ما يتنحى. يعني إيه الشطارة في إنك أنت عملت لي أربع أنفاق يودوا سينا؟ سيفشل فشلاً ذريعاً ذريعاً. ومين عارف النهارده قالوا الحكومه هتقفل كورنيش اسكندريه بجدار خرساني عازل، يا ترى بكره هيقولوا لك ايه؟ ضمن خطه تطوير القاهره والجيزه وتخفيض الارتفاعات، قررت الحكومه تقليص ارتفاع برج الجزيره باكثر من النصف، وذلك للحد من الارتفاعات وفقا لمشروع التطوير. هم ازاي بيصدقوا الكلام ده؟ هو في واحد عقل بيصدق الكلام ده؟ مشروع الامارات لنقل الاهرامات
قررت الحكومة نقل الهرم الأصغر من قرع، وذلك ضمن مشروع توسعة وتطوير أهرامات الجيزة. لا والله أكيد هزار، ما فيش الكلام ده، ما ينفعش. فندق إماراتي إيه؟ لو فندق أمريكي كمان ما ينفعش. قررت الحكومة شفط مياه النيل، وذلك لإتاحة الفرصة للأطفال للعب والسباحة في النيل دون أي مخاطر، استعدادا لاحتفالات شم النسيم. التهويل والتهوين علامة مهمة هتقدر تميز بيها الخير من الشر. هتلاقي دايما إعلام الشر بيهول ويعظم من الشر، وفي نفس الوقت بيهون ويضعف ويحقر من الخير، وساعتها هتعرف لوحدك انت مع الخير ولا مع الشر. عزيزي المشاهد، احترف.